في سنة 589 ميلادية تعرضت الدولة الساسانية اللي هي بلاد الفرس لانقلاب عسكري. قائد الجيش برهام جوبن انقلب على الملك هرمز وفقع عينه وقتله وأخذ منه العرش. أعدائهم بقى اللي هي الدولة البيزنطية اللي هم الروم بقيادة الملك موريس قرروا إن هم يستغلوا الموقف ده وتحالفوا مع ابن هرمز اللي هو الأمير خسرو أبرويز عشان يرجع عرش أبوه، في مقابل إن إحنا نبقى بعد كده حلفاء ونبطل الحرب بيننا. ووافق الأمير وحاربوا مع بعض لمدة سنتين لحد ما قدر يرجع عرش أبوه مرة تانية، فبالتالي ولاؤه بقى للدولة البيزنطية، وعملوا اتفاقية سلام وفي المقابل تنازل لهم عن بعض البلاد اللي هم كانوا عايزينها. فتنازل لهم عن شمال شرق وادي الرافدين وأرمينيا وإبريا القوقازية، واتفاقية السلام دي تمت سنة 591 ميلادية. مكة بقى إيه دخلها في الموضوع ده كله؟ دخلها كبير. من وقت ما السلام ده بدأ ورجع الطريق الحريري مرة تانية اللي هو السلك رود، أهم وأشهر طريق تجاري في العالم اللي بيربط بين الهند والصين إلى بلاد الأناضول وأوروبا. كمان رجعت التجارة البحرية من مصر اللي كانت مسيطرة عليها الدولة البيزنطية، بقت تخرج السفن في البحر الأحمر ثم الخليج العربي، محدش بقى يقرب لهم ناحية اليمن خلاص، لحد ما توصل للهند والصين. انتعشت التجارة وما بقاش حد عايز مكة في حاجة. طب أصلا مكة كان إيه اللي دخلها في الموضوع؟ أيام ما كانت الحرب شغالة بينهم ما كانش قدامهم غير رحلة الشتاء والصيف بتاعة قريش. القوافل التجارية بتاعتهم اللي كانت بتروح الشام اللي تحت حكم الدولة البيزنطية وبتجيب بضاعة تانية من اليمن اللي تحت حكم الدولة الفارسية اللي هم الساسانيين. دلوقتي خلاص الدنيا بقت سلام ومبقاش حد محتاجهم. فعانت قريش 11 سنة من خسائر وكساد اقتصادي لحد ما اتقتل الملك موريس، وساعتها خسرو قرر انه يعلن الحرب على الدولة البيزنطية وقال انا كان ولائي لموريس بس، وموريس مات خلاص. موريس قال يعني موريس ده كان بيحارب لوحده، ما كانش واخد جيش البلد معاه. وقامت الحروب بينهم مرة تانية، بالتالي قوافل قريش رجعت لأهميتها وانتعشت قريش مرة أخرى. والكلام ده حصل سنة 602 ميلادية، بعد بقى 3 سنين من الازدهار قرروا ان هم يعملوا حاجة زي إعادة إعمار لمكة، وقرروا ان اول حاجة نعيد بنائها هي الكعبة، لان الكعبة حصل لها حريق في حرب الفجار كمان من كام سنة، تعرضت لسيل رهيب جدا عمل فيها صدع شديد وكانت معرضة للانهيار، فقرروا ان هم لازم يعيدوا بنائها. واجتمعوا في دار الندوة وجمعوا المال بحيث ان كل قبيلة هتدفع فلوس قد بالظبط القبيلة التانية كلهم بالتساوي، عشان ما يجيش حد ويقول ان هو صاحب الفضل والكعبة دي بتاعت عشيرتي. اول مشكلة واجهتهم ان هم محتاجين خشب، والجزيرة العربية اصلا ما فيهاش اشجار او غابات نقدر ناخد منها الخشب ده. سمعوا ان في مركب غرقت في البحر الاحمر، مركب بيزنطية، وواضح ان هي غرقت بسبب الحرب والامواج جرفتها لحد جدة. فراحوا هناك واتفقوا مع اصحاب السفينة ان هم هياخدوا منهم الخشب مجانا في مقابل ان هم هيعرضوا بضاعتهم في مكة، ومش هياخدوا منهم ضريبة 10%. كانت قريش في العادي بتاخد 10% من اي تاجر جاي يعرض بضاعته عندهم. هم عفوهم من حكاية 10% ضريبة دي في مقابل ان هم ياخدوا منهم الخشب مجانا. وعشان كل حاجة تتم صح وبشكل احترافي، جابوا نجار بناء رومي، ويقال ان هو كان فتى مسيحي، وده كان طبيعي جدا لان الدولة البيزنطية كانت دولة مسيحية. كله بقى تمام، الخشب موجود، المهندس موجود، الفلوس موجودة، اول حاجة لازم نعملها دلوقتي ان احنا نهدم الكعبة عشان نعرف نبنيها تاني. وهنا كلهم توقفوا، محدش فيهم كان عنده الجرأة الكافية انه يعمل كده. هتقولي هما مالهم مقدسين الكعبة كده ليه؟ هو مش المفروض ان دول كفار؟ اللي انت متعرفوش بقى ان هما مكانوش كفار. هجيب لك الحكاية من الاول بس انت اللي سألت. زي ما قلنا في حلقة البداية ان سيدنا ابراهيم هو سيدنا اسماعيل هما اللي رفعوا القواعد من البيت، بنوا الكعبة ثم وقف على مقام إبراهيم وأذن في الناس، والأذان ده وصل للناس كلها وكل العرب فعلا جم عند الكعبة وتعلموا دين التوحيد اللي هو دين سيدنا إبراهيم الدين الحنيف، وكانت العرب كلها على التوحيد. وبعد كده حصلت حرب بين قبيلة خزاعة وقبيلة جرهم،
قبيلة جورهم هي اللي كانت مسيطرة على الكعبة، وخزاعة عايزة تاخدها منها. الحرب اشتدت، وجورهم كانت كده كده عارفة إنها هتخسر. أول حاجة عملوها قبل ما يخرجوا ويهربوا، طمسوا بئر زمزم، مصدر المياه الوحيد لمكة. انتصرت خزاعة وسيطرت فعلا على الكعبة. قعدوا يدوروا على بئر المياه ده، ما لقاهوش إطلاقا، وفضل البئر ده مطموس إلى أن رأى عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا، وصحي الصبح وراح حفر في المكان اللي شافه في الرؤيا دي، ولقى البير فعلا، وعشان كده هما اللي كانوا مسيطرين على المية. لكن طول السنين دي كلها كانت أغلى سلعة في مكة هي الماء. قائد قبيلة خزاعة كان اسمه عمرو بن لحي، الراجل ده كان كريم جدا، فكان يطعم الحجيج ويسقيهم من ماله الخاص. قلنا في حلقة السيدة خديجة إن كان في حاجة اسمها مهمة الرفادة، يعني تجمع الفلوس من جميع قبائل قريش عشان تعرف تأكل الحجيج. هو بقى ما كانش محتاج حد يساعده، كان غني جدا لدرجة إنه كان بيعمل كل ده ومش محتاج حد يدفع له أي مليم. عشان كده كان كلامه بالنسبة لهم شرع، أوامر، كان محبوب قوي. عمرو بن لحي في أحد الرحلات بتاعته للشام قابل قبيلة اسمهم العماليق، لقى عندهم تماثيل كده وهم بيقدسوها قوي، فسألهم إيه ده؟ العماليق دول كانوا وثنيين، فقالوا له إنها آلهتنا تقربنا من الله، ده مثلا بيجلب الرزق، ده بيجلب المطر، ده بي... قال لهم استنى استنى استنى، أنت قلت لي إن ده بيجلب المطر؟ آه، ده أنا مكة عندي بتموت يا عيني من العطش، طب معلش إديني واحد من اللي بيجلب المطر، اسمه إيه ده؟ قالوا له هبل. بس فأخد هبل ورجع بيه عند الكعبة ووضعه للناس وأمرهم بالسجود ليه، وده أول من بدل دين العرب، علمهم الشرك وغير التلبية. فكان الناس يلبون أثناء الطواف بالكعبة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لا شريك لك، زود عليها إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. سبحان الله، يعني عامل زي ناس كده احنا نعرفهم بيسافروا بره بدل ما يتعلم منهم الحضارة، بدل ما يتعلم منهم التقدم العلمي والتكنولوجي، أو حتى يتعلم من عاداتهم اللي هي مثلا احترام المواعيد، أو لا هو يسيب كل ده ويرجع مثلا بالشذوذ الجنسي، يرجع مدمن خمرة، يرجع أي هبل، يختار من هناك الحاجة الزفت فيهم ويجي يجيبها لنا احنا. ده اللي عمله عمرو بن لحي بالظبط. وطبعا أي حد كان بيعارض الشرك بالله ده كان بيعتبر خاين وعميل وعنده أجندات من قبائل خارجية، وعايز بقى إن احنا طول عمرنا نعيش كده جعانين وفقراء ومش لاقيين المية. فكانوا بينفوا من مكة أو بيحاربوا أو بيقتلوا. أما معظم الناس فهم على دين ملكهم أيا كان هو إيه، ماشيين جنب الحيط والملك قال خلاص أعبد الصنم ده، فبيعبدوا فعلا الصنم ده. عمرو بن لحي بقى تمادى جدا، مسكتش لحد كده وبس، فزود كمان أصنام لكل قبيلة، قال لك هبل ده لقريش فقط، كل قبيلة بقى ليها صنم، مجبرين إن هم ييجوا عشان يحجوا الكعبة عشان يعبدوه، وهم راجعين يشتروا صنم من مكة شبه الصنم الكبير بتاعهم، ياخدوا بقى صنم كده حاجة ميني يعني، ويرجع بيه على هناك. كان هدفه إن هو يعمل حاجة اسمها سياحة عند الكعبة، كمان تجارة، الناس اللي هتشتري الأصنام دي. والمشكلة الأكبر إن الأصنام انتشرت في الجزيرة العربية كلها، ما بقاش إن قريش بس هي اللي أشركت، لأ كل قبائل اتعلمت الشرك. فخلى صنم اسمه ود يعبده بني كلب، وسواح يعبده بني هزيل، ويغوث يعبده بني طيء، ويعوق يعبده همزان، ونسر لأهل اليمن. مسكتش كمان لحد كده، ده خلى فيه أنعام مقدسة، حيوانات معينة ما ينفعش إن احنا نلمسها، زي الحامي. الحامي هو الفحل الذي أنجب 10 ذكور، فبكده يبقى حمى زهرة، لا ينفع تركبه ولا ينفع تذبحه ولا ينفع تلمسه خالص. أعجب حاجة ممكن تستغربها، وكان صنمين اسمهم إساف ونائلة. إساف ونائلة أصلا كان ولد وبنت من اليمن بيحبوا بعض. إساف اتقدم عشان يتجوزها، أبوها رفض، فاتفقوا إن هما يتقابلوا في الحج. وفعلا اتقابلوا في الحج، وفي غفلة من الناس بالليل كده ملاقوش مكان، راحوا داخلين الكعبة عشان يمارسوا الفحشاء. سبحان الله، ربنا سخطهم صنمين. الناس صحيت الصبح لقت المنظر ده، وهم على الوضع اللي هم عليه، فعشان يخلوهم عبرة خلوا إساف على جبل الصفا ونائلة على جبل المروة، عشان كل العرب يشوفوا المنظر ده ومحدش يعمل كده تاني.
لكن مع مرور السنين والناس نسيت، عمرو بن لحي لقى برضه تمثالين حلوين كده ينفعوا، راح منزلهم عند الكعبة وأمر الناس بعبادتهم. عشان كده عمرو بن لحي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيته في رحلة الإسراء والمعراج يجر أمعاءه. هو ده اللي دمر العرب تماما. وبعد حكم، في رواية بتقول 300 سنة ورواية تانية بتقول 500 سنة، الناس كانت نسيت الله سبحانه وتعالى إطلاقا. ولما بعث سيدنا محمد بالرسالة كلهم اتفاجئوا، معرفوش أي حاجة عنه. وبكده يبقى قريش مش كفار، لأن الكافر هو من لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، أما المشرك فهو يؤمن بالله ولكن يشرك معاه إله تاني. فهما كانوا بيتعبدوا في الأصنام دي عشان تقربهم لله، أو تجلب لهم رزق، أو تجلب لهم مطر، أو حاجة زي كده. والكعبة كانت مقدسة جدا عندهم. طيب برضو إحنا واقفين، الفلوس موجودة والمهندس موجود والخشب موجود، لكن محدش فينا هيقدر ياخد خطوة إنه يهدم الكعبة. إحنا شفنا اللي حصل لأبرهة عشان فكر بس، مع العلم إنه كان معاه جيش وكان معاه أفيال، فكر إنه يهدم الكعبة، شوف حصل له إيه. وده كان من حوالي 30 سنة أو 35 سنة، مش بعيد. فجالهم الوليد بن المغيرة وقال لهم: أتريدون بهدمها إصلاحا أم إساءة؟ قالوا: بلى، نريد إصلاحا. قال: إن الله لا يهلك المصلحين. وصعد فوق الكعبة وبدأ يهد في الجدار من فوق وهو يردد: اللهم إنا لا نريد إلا إصلاحا. اتهدمت الكعبة، يلا بينا بقى نبدأ في البناء. فجالهم أبو وهب بن عمرو بن عابد المخزومي، وهو كان خال عبد الله أبو الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهم: أهم حاجة إن الفلوس دي لازم تكون مالا طيبا، يعني حلال 100%، لا ندخل فيها فلوس ربا ولا دعارة ولا حد يكون واخد الفلوس دي ظلم أو الكلام ده كله. طبعا بقى كله ابتدى يتراجع: معلش أصل الفلوس دي أنا فاكر إن أنا جبتها بربا، معلش أنا آسف. وده يقول لك: لا معلش أنا برضو مش متأكد، بلاش يعني. وابتدت فعلا الفلوس تنقص لحد ما الميزانية ما بقتش مكفية. فاضطروا ان هم يبنوا على اساسات اصغر شوية من اساسات اللي بنى عليها سيدنا ابراهيم. اللي ظاهر قدامك في الصورة دي الكعبة اللي كان بنيها سيدنا ابراهيم، اما هم بنوها بالشكل ده. محرف السي البرتقاني ده كان حجر اسماعيل اللي كان جوه الكعبة، دلوقتي هو بره. والرسمة دي كمان بتوضح كل ركن من أركان الكعبة، ففي الركن الشامي والركن اليماني المتجه لليمن يعني، وفي مقام إبراهيم اللي قلنا عليه وقف عليه سيدنا إبراهيم وهو بيأذن للناس، وباب الكعبة وحجر إسماعيل. أتموا بناء الكعبة وكل قبيلة كانت بتعمل اللي عليها وبتنفذ الجزء المطلوب منها. وصلوا لحاجة ما كانتش في الخطة خالص، وهي الحجر الأسود. مين القبيلة اللي هتنول شرف إنها تركب الحجر الأسود في مكانه؟ أنا أولى، لا أنا أولى، السيوف طلعت، كانت هتبدأ حرب بينهم. فساعتها هتكلم أبو أمية بن المغيرة، وده كان أكبر واحد فيهم سنا، قال لهم: خلاص محدش يعمل أي حاجة، ترضوا بحكمي؟ أو موافقين؟ قالوا له: خلاص أول حد هيدخل من الباب هنرضى بحكمه، هو اللي يختار أنهي قبيلة اللي تركب الحجر الأسود. قالوا له: موافقين. سبحان الله، اللي دخل عليهم كان محمد عليه الصلاة والسلام. كلهم ارتاحوا لأن اللي دخل عليهم هو الصادق الأمين. قالوا له: أفتينا، اختار أنت مين القبيلة اللي أحق إنها تحط الحجر الأسود في مكانه. ساعتها اقترح عليهم إن هم يفردوا ثوب ويحطوا الحجر في النص، وكل قبيلة تشيل طرف منه لحد ما يوصلوا للمكان المطلوب، وهو هيرفعه بيديه الكريمتين ويركبه في مكانه. ربنا سبحانه وتعالى ما خلاهمش يهتدوا لهذا الحل، وجعل ان الحل جه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون هو اللي رفع الحجر بيديه الشريفتين. واللي ما يعرفوش ان بعد 5 سنين بس هذا الرجل سيكون خاتم الانبياء والمرسلين. سبحان الله. اللي يحب النبي محمد يسمح لي الصلاه عليه. اللهم احفظنا من الشرك. عشان كده الناس بتنسى احيانا، او بتحاول تشوف ان دي حاجة تافهة، ان هي بتبتدي كده، بتبتدي بحاجة بسيطة وبتفضل تزيد 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 لدرجة ان انت لا تتخيلها، والناس بتنسى الاصل كان ايه وبيكملوا على ما وجدوا عليه اباءهم. اللهم احفظنا من الفتنة،
أشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية، وسلام عليكم.